عم نحلق لواحد حلاقة عادية يعني ما فيها شيء. المهم هو بده يتحجج عليك حجي. ايش عم تعملوا؟ قلنا عم نحلق. ايش في شيء؟ قال بالمحل مصادر. شلون مصادر؟ قال انت عم تحلق قزع. يا شيخ القزع من هون على الزيرو اسمه بانجي. مد ايده على جيبه. شال قفل جديد. شال القفل القديم. زد قفل القديم وحط قفل جديد. قال المحل مسكر.